تصور جديد للتربية والتعليم Learning World بالتعاون مع وايز بمبادرة من قطر فاونديشن. يمكن للطبيعة أن تشكل نوعا من التحدي للقبائل التي تعيش في أدغال أندونيسيا. أنشأت منظمة بعض الصفوف غير الرسمية للرحل والصيادين لتعليم الناس كيفية الدفاع عن حقوقهم. دعونا نلقي نظرة. في منطقة نائية في الغابة المطرية جنوب سومطرة تعيش أوران غريمبا، مجموعة من الرحل البدائيين التي تقاوم للحفاظ على طريقة حياتهم التقليدية. لم ترغب مجموعة أوران غريمبا الذهاب إلى المدرسة لارتفاع مستوى الجريمة من قبل الغرباء. غريبة واحدة، بوتيت مانورانغ، كانت مختلفة عن سابقيها. تركت عملها في الحفاظ على الغابات لتفتح أول مدرسة للأوران غريمبا منذ 10 سنوات. جاءوا وقالوا هل يمكنك إعطاؤنا مدرسة؟ إنها أجمل كلمة سمعتها في حياتي. بالنسبة للأوران غريمبا، المدرسة تعني معالجة المشاكل وتعني الحفاظ على تقاليدهم وتراثهم، فيجب على المنهاج أن يخاطب هذه المطالب. أسست بوبيت مانورانغ منظمة غير ربحية سوكولا للتعليم في المناطق النائية في أندونيسيا. تمكنت من الولوج إلى عدد من القضايا حاليا. قبل الذهاب إلى المدرسة عانيت حتى من الذهاب إلى القرية، وعندما بدأت بالذهاب إلى المدرسة استطعت رؤية العالم الخارجي. أراه الآن كفتح نافذة على العالم من أجلي. منذ عدة سنوات قامت وزارة الغابات بتحويل منطقتهم إلى منتزه وطني، مما أثار مخاوفهم لإجبارهم على تركهم منطقتهم على أساس أن مصدر الغذاء الوحيد بالنسبة لهم الصيد قد أصبح محظورا. للرد على ذلك بدأت مانورانغ دروسا في الحقوق والدفاع ليتمكنوا من التفاوض حول حقوقهم في أرضهم التي عاشوا فيها طويلا. وضع الأوران غريمبا صعب جدا، لم يعد هناك غابة فعليا. فإذا اختفت الغابة ولسنا قادرين على التعلم، هذا يعني أنه لا يمكن للأوران غريمبا أن تكسب عيشها أو أن تحتج وتعمل على قضية الغابة، لكن يمكننا أن نكون أحرارا إن تعلمنا. يمكن للطبيعة أن تعطينا المعرفة. هذه مدرسة تحضيرية في الهواء الطلق في النرويج، حيث يمكن للطلاب أن يتعلموا عن النباتات والحيوانات والبيئة في محيط النموذجي. كونوا معنا في هذا التقرير. في مدينة ترومسو الجميلة تقع مدرسة توسيلادن في الهواء الطلق، حيث يجتمع الطلاب ضمن دوائر للتعلم عن الطبيعة في الطبيعة. نتبع الفصول في طريقة تدريسنا، فمعظم ما نقوم به قائم على كيفية التعامل مع الطقس وعن ماهية الطبيعة. نقوم بأشياء كثيرة في الفصول المختلفة، هذا منطقي بما أننا في الشمال البعيد. يعتقد الأهالي والأساتذة أن مدرسة الهواء الطلق تجعل من الأطفال أكثر قوة في ظل عالمنا الحالي والتكنولوجيا. من البديهي أن وجودنا في الخارج يقدم نشاطات فيزيائية بشكل كبير. قضاء وقت في الهواء النظيف أمر مهم، ومن الممتع جدا المسير في مكان تعرفه جيدا.
روضات الهواء الطلق تشكل 10% من مجموع الروضات في النرويج، وتحوي عموما عددا أكبر من الرجال كأساتذة بالمقارنة مع الروضات العادية. أحب العمل مع الأطفال كثيرا، إنه ممتع، وأحب أن أكون في الهواء الطلق أيضا والقيام بنشاطات مختلفة طوال العام في كل الأحوال الجوية. يرى الأساتذة في توسيلادن أنه يجب على الأطفال تجاوز الحدود ليطوروا مهارات جسدية وعقلية، وتعتبر الألعاب الخطيرة جزءا منه أيضا بمتابعة الكبار طبعا. يضطر عدد من البلدان على التوافق مع البيئة الطبيعية وأحوال العيش المحلية، والنتيجة مدارس غير اعتيادية كالمدرسة الطوافة في بريكتوال كمبوديا. تابع المزيد في هذا التقرير. تقع قرية بريكتوال الطوافة على بحيرة تونل ساب في كمبوديا، حيث تحاط بالماء والخضرة وتبعد بمقدار ساعتين من الوقت عن اليابسة، في واحدة من البحيرات الأكثر سمكية في العالم. يعمل 90% من سكان القرية في الصيد وتربية التماسيح والزراعة السمكية. المعيشة غالية في بريكتوال باستثناء المواد الأساسية، حيث يقوم السكان بمقايضة الرز مع السمك. المعيشة هنا صعبة جدا، يتوجب علينا أخذ القارب لبيع منتوجاتنا. في هذه البيئة الخاصة وفي وسط المدينة تقع المدرسة، وقد سميت مدرسة الأسماك المعتقة، وهي تغير مكانها حسب الفصول ومحاطة بحاجز لمنع السقوط في الماء. يرتفع منسوب المياه في تشرين الثاني وكان الأول حتى مستوى المنزل هناك، فتصبح قاعة المدرسة بالقرب من المنزل وعلى مستوى رؤوس الأشجار. يرتفع المنسوب بحدود 7 أمتار في كانون الثاني وبنسبة 12 مترا في تشرين الثاني وكانون الأول. يمكن لبعض الأطفال الذهاب إلى المدرسة في هذه الحالة لمن يستطيع السباحة فقط. المهم أن يتعلم الأطفال السباحة في عمر 6 أو 7، وكل الأطفال الذين يأتون يعرفون السباحة. وقبل تعلم السباحة وفي عمر 4 يتعلم الأطفال قيادة القارب، فكل يملك واحدا أيضا. من الضروري امتلاك قارب للذهاب إلى المدرسة. لا تملك كل العائلات الإمكانيات اللازمة لتأمين وسائل النقل، لا يأتي بعضهم إلا في الفصل الجاف، عندها تكون المدرسة على مستوى الأرض. ولكن الفصل الجاف هو فترة الصيد الكبرى في القرية، لذلك لا يأتي عدد كبير من الطلاب، حيث أن 35% من الأطفال في القرية يدرسون، ويترك الصبية المدرسة في سن معين ليصبحوا صيادين حسب قول المدرس. إنه صعب جدا بالنسبة لي، هناك الكثير من الغيابات والتأخير، لذلك يجب العودة إلى الدروس الناقصة بشكل دائم، ما يجعل عملية التدريس صعبة وبالتالي إنهاء المنهاج. نقص الإمكانات وتدني مستوى الدخل بالنسبة للأساتذة يشكل تحديا صعبا للطلاب الراغبين بالدراسة. ما
أتينا إلى نهاية هذا الجزء في هذه الحلقة من Learning World. نراكم قريبا. Learning World بمبادرة من وايز بالتعاون مع قطر فاونديشن.